والله بصراحه فكره المهرجان فريده من نوعها. لحد ما انا ما شفتش ان حاجه كيفها صارت من قبل بنغازي، وديما الواحد يتوقع حاجه الا لما يجي ويتواجد في الحدث نفسه يشوف حاجه اخرى. انا انبهرت، الحدث كبير ما هو صغير ومده 3 ايام. انا بودي نجي كل يوم لكن كل واحد وظرفه يعني. طبعا انا فخور جدا ان بنغازي تطلع من الافكار هذينا، وفكره ان تجي وتتذوق الحق يعني فكره يعني جديده يعني. والله فكرة أول مرة تندار، وهي فكرة ما شاء الله عليها فكرة جميلة وبصدق يعني أبدعوا فيها، ورغم أن ضيق المكان إلا أن كانت فكرة حلوة جذبت جميع الناس أن جو تذوقوا الحاجات اللي ما قدروش يعني يشراها أو هذي، لكن جو يجربوا الحاجة هذه باش ياخذوا فكرة عن المطاعم وياخذوا فكرة عن الكافيات شنو تعمل من كربات من حلويات من مأكولات، مأكولات منزلية مأكولات طبيعية، لكن ما شاء الله على الشغل. بالنسبة لفكرة المهرجان التذوق، أنا ديما نسمع فيه إنه يديروا فين برا، عرفت؟ فتوا البوادر هذينا بدأني حاجات هذينا يديروا فين أخرى، خلق نوع من المنافسة وخلق نوع من جو ابتكارات وحاجات جدد، مش إن كل حد يتميز بحاجته. فالحق كانت يعني بالنسبة لنا نحن فكرة جديدة، فكرة نزيكة وني، فتساعد على التنافس. فكرة حلوة، فيها دعاية صح بالنشاط، والناس تقدر تجرب منتجات جديدة، حتى اللي ما في منتج جديد ولا حاجة جديدة ما يعرفهاش يجربها، والجو حلو لمة الناس. مش بريوش، عنده شمس، عنده مكسرات، وعنده زيتون، يلم الثلاث مكملات يمشي بيه، يعني ضروري تكون في سرعة شوية. ما شاء الله عليك. أنا دايرة صفحة على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك هذه عبارة عن تقييم للمنتجات وللمطاعم والمقاهي وكل من هو له علاقة بالأكل. ففي رجل أعمال صاحب وكالة بن سألني كيف يقدر يروج لي، لو نقدر نساعده لترويج للبن متاعه، فحبيت إني نقول له فكرة التذويق. منها فكرت ليش يكون هو بس، ليش ما نكونش على نطاق أوسع ونديره مهرجان. وبدينا نستهدفوا في الرعاة، بدينا نستهدفوا في الناس الفئات المستهدفة أن هي تشارك، والفئات المستهدفة هي كلها لها علاقة بالأكل، صناعات غذائية، استيراد مواد غذائية ومنتجات غذائية، مطاعم، مقاهي، مطابخ، حلواني، معامل، وصولا بالمشروعات الصغرى. لقينا استجابة، لقينا إيمان بالفكرة، لقينا تعطش اقتصادي في البلاد. بلد بنغازي بعد انتعاشها مؤخرا بعد فترة الحرب، في ناس متعطشة أن فعلا تكون في زي هذه الأحداث، أن هي تشبك مع بعضها، يعني كل المشاركين معنيين بالتشبيك ببعضهم. المقهى يقدر ياخذ من الشركة، الشركة توزع الغيرة، وهكذا. ايوه اسرع اسرع اسرع. اول حاجه اخترتيها وجدت يدك عليها شقيه اول كوين هذه فائده المحدود.
Festival. راعي البرونزيني ما بعرف